السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا في يوميات إحسان. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نحضر معكم بيتزا تركية اقتصادية وسهلة. تابعوا معايا المقادير والطريقة. بسم الله على بركة الله. كنحتاج في المقادير دانون مسوس، 2 معالق ديال زيت البلدية كبار، 1 معلقة ديال خميرة الخبز، معلقة صغيرة ديال الملحة، 400 غرام ديال الطحين، والماء الدافي للعجن. كناخدو اناء كنديرو فيه 400 غرام ديال الطحين، كنزيدو عليه معلقه كبيره ديال خميره الخبز ومعلقه صغيره ديال الملحه. من بعد كنضيفو شويه ديال الماء غير على حساب الخميره تذوب معنا شويه، وكنزيدو دانون مسوس. الا ما متوفرش دانون مسوس نقدر نديرو حليب سائل يكون دافي ولا حليب غبره. كنديرو 2 معالق ديال الزيت البلدية، صافي. كنخلطوهم ونجمعوهم بالماء. العجينة ما تكونش نعجنوها مزيان وما تكونش مرخوفة، ما تكونش قاصحة. من بعد ما عجنتها مزيان ودلكتها مزيان، كنغطيوها ببلاستيك الغذائي ونخليوها تخمر 1/4 ساعة. دابا غندوزو نحضروا الحشوة. كنحتاجو بصلة صغيرة مشلضة، شوية ديال الكفتة، شوية ديال القزبر ومعدنوس مقطعين، كنزيدو عليهم معلقة صغيرة مع مرج ديال الملحة، راس ديال المعلقة ديال الإبزار، راس ديال المعلقة ديال الكامون، راس ديال المعلقة ديال التحميرة بابريكا. شوية ديال خرقو، راس معلقة، نزيدو عليهم شوية ديال الزيت البلدية، تقريبا معلقة صغيرة. صافي نخلطوهم مزيان، كتندمج ديك العطرية مع الكفتة مزيان. دابا غنحضرو البشاميل. كنحتاجو معلقة كبيرة ديال الزبدة، كنديرو في الكسرونة فوق النار حتى تذوب شوية. كنضيفو عليها معلقة كبيرة ديال الطحين، نخلطوهم شويه، نزيدو عليهم كاسونس ديال الحليب. العافيه تكون مهيله، وكنستمروا في التحرك حتى يعقد معنا الخليط، وكنزيدو عليها شويه ديال الملحه، راس معلقه، وشويه ديال الابزار، راس معلقه صغيره، وكنضيفو شويه ديال الفرماج محكوك. انا درت 2 معالق كبار تقريبا عامرين الفرماج. الا ما عندكمش الفرماج تقدروا تعوضوه بجوج ديال المثلثات ديال الفرماج. ملي خمرت العجينه كنخرجوا من هذاك الهواء وكنقسموها.
انا قسمت العجينه، درت فيها 12 كويرات صغار، يقدر تكبروهم انتوما على حسب الرغبه. صافي كناخذوا العجينه كنسرحوها، نسرحها شويه بيدينا، كنسرحوها بالدلك، نحاولوا نسرحوها طويله شويه. كناخدو شويه ديال الزبده مذوبه ولا الزيت الروميه، نستعمل غير الزيت الروميه، كندهن الوجه ديال العجينه، من بعد كنطويها من الجناب، نطوي غير شويه. صافي كنسدوهم من الجناب مزيان، كنشكلهم على هذا الشكل، كنحطوهم في اللاطه، من بعد غنعمرهم بلاصوص بشاميل. كنستمروا بنفس الطريقه، كنسرحوا العجينه على شكل طولي، كندهنوها بشويه ديال الزيت، كنطويها من الجناب. القناطي كنسدوهم مزيان حتى تشكل معنا بحال هذا الشكل، كنصطفوهم في اللاطه، من بعد غنعمرهم. هذا الشكل الاول. بالنسبه للشكل الثاني كنسرحوا العجينه بنفس الطريقه، نسرحوها على شكل طولي، كندهنوها بشويه ديال الزيت، وكناخذوا ديك الكفته كنسرحوها، نسرحوها كامله فوق العجينه، كنخلو الجناب خاويين، من بعد كنطويهم على الكفته. نحاولوا نسدو الجناب مزيان، نضغطوا ليهم باش ما تحلش معانا الا دخلت الفرن. صافي هذا هو الشكل ديالها. كنستمروا بنفس الطريقه حتى نكملوا العجينه اللي عندنا ونتلقاو. دابا غندوزو نعمرهم بالبيشاميل، نحاولوا نسرحوا البيشاميل فوق الوجه ديال البيتزا، نسويها مزيان. اللي عمرتهم بالبشاميل كنديروا موتزاريلا، الا ما عندكمش موتزاريلا تكتفيو غير بفرماج احمر.
كناخذ واحد الصفر ديال البيضه وكنديروه من الجناب، كندهنوا الجناب ديال البيتزا، كنديروا عليهم شويه ديال الجنجلان. وكنديروا شويه ديال الفرماج محكوك وكندخلهم للفران. كنسخنوا الفران على 200 درجه، كندخلوهم يطيبوا من التحت، من بعد كنطلعوهم يتحمروا لينا من الفوق. ها هما ملي خرجتهم من الفران كيجيو على هذا الشكل، كيجيو محمرين. هذا هو التقديم النهائي، كيجيو رطبين. نتمنى يعجبوكم وتجربوهم، نتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتبارطاجيوه. اللي مازال ما مشاركش في القناه يشارك ويفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنساونيش من التعاليق واللايكات. وكنشكركم بزاف وبالصحه والراحه. الى اللقاء، الى فيديو جديد ان شاء الله.